اسمي رحاب الحريك، عمري 29 سنة، بشتغل بالإكسسوارات والأشياء اليدوية، بخيط شناطي، بطرز على قطع تطريز، برسم، بحرق على الخشب، كتير أشياء إلى علاقة بالأشياء اليدوية. بأربيل أو حتى لما أنا كنت عم أشتغل من أول ما بلشت، المكان الوحيد اللي أنا بقدر بعرض فيه شغلي هو البازارات. كسك كاري دستي بكات كبشك لكرتولي كومالغا كومالغا لروي كالتورة واد بالبشتي كاري دستي دكات سالانا بيشانغين بودا كينو لنا ام بالا خانية بو افرتان كار اساني دكين بو اوي بتوانن شو نكان خوان تومار كانوا ببن بشويني چي لدهات دا ببن ببراند يعني لدهات دا ببن بشتي چي دياري كلاهم. كل ما بيكون في بازار لنشارك فيه بيكون اكيد في اجار للطاوله، بيكون في اجار للطاوله اللي انت بدك تعرضي عليها شغلك، وانت بالاخير مجبوره اذا انت بعتي او ما بعتي فانت لازم تدفعي. مثلا اذا البازار يومين انا بدي اضطر كمان ارجع ضبهم من جديد وارجع اخبيهم وهيك لحتى اخذهم وارجع اجيبهم مره ثانيه. هيدا العذابات. الدعم اللي نحتاجه انه يكون عندنا مكان ثابت، احنا صراحه كلش يعني خلينا نقول متبهذلين، انه كل مره بمكان وكل مره لازم ناخذ موافقه. دائما نتمنى ان يكون عندنا مكان ثابت، الناس تعرف انه احنا بفلان مكان، يجون يتوجهون علينا.